الميدان في حديثي مع ألفونسو كوستويا المساعد الأول للحكم إغليسياس فيا نويفا، وشاهدنا هذا الحديث الودي ولكن مع الهدف الذي رفضه حكم المباراة من تحت السبو ولم يراه. أيضا المساعد كان هناك غضب من ميسي بعد أن شعر بالفرحة. سنتحدث عن هذا الشوط الأول الذي سيطر عليه بالكامل جملة وتفصيلة برشلونة دون أن يصل إلى الهدف. بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث عن ميسي بين الفرحة والغضب، ابقوا معنا. من جديد لا أهداف في الشوط الأول في الميستايا مع سيطرة برشلونة مع الحدث الأبرز. نلعب الدقيقة 30، ميسي يسدد والحارس نيتو يمسك الكرة تفلت منه تدخل خط المرمى تتجاوز بكامل محيطها، والمساعد لم يرى هذه اللقطة ولم يحتسب الهدف، وكانت هناك فرصة لهدف لفريق فالنسيا لو تصرف اللاعبون بشكل دقيق. كان هناك كثرة عددية وزيادة عددية واللاعب تصرف بمفرده وسدد والكرة كان ربما أن تغير أشياء. طبعا فيا نويفا الذي لم يرى الهدف لم أقر بالقرار الذي اتخذه المساعد، هو الذي لم يحتسب هذا الهدف. هذا ما دفعنا للحديث عن هذه الحالة مع الكابتن جمال شريف. كابتن مساء الخير. طبعا لا أسألك عن الحالة التي يراها الجميع حتى في كولالمبور، شاهدوا من الكرة دخلت وتعدت في كامل محيطها، ولكن سؤالي حول المساعد، ألم يكن متأخر؟ أولا مساء الخير لك بضيفك العزيز والسادة المشاهدين. بلا شك كان متأخر، هو كان يقف مع أخي ثاني مدافع، وبالتالي أنا أعتقد بأنه كان يتوجب عليه أن يتوقع بأن هناك احتمالات، يضع بذهنه أن احتمال التسديد وارد، قد يكون هناك تمرير بيني لكن احتمال التسديد وارد، وبالتالي كان يتوجب عليه هنا 11 متر خلال نصف ثانية قطعت الكرة ذهبت باتجاه المرمى. الحارس الحكم هنا كان الحكم مساعد كان يعتقد بأن الكرة سهلة وبالتالي هي في حوز الحارس المرمى، لكن اعتقد كان يتوجب عليه ان يضع بذاكرته بانه يجب ان يتحرك الى اسوء الاحتمالات، يجب ان يتحرك. طبعا هو لن يستطيع خلال نصف ثانيه ان يتحرك كثيرا، لكنه اول شيء سيرفع حاله التركيز لديه لان الكره فيها بعض السهوله، طبعا هي صعبه لكن السهوله فيها انها سقطت على الارض، وبالتالي احتمالات تقدير بالنسبه لحكم الساحه. نعم. وحكم مساعد احتمالات قائمه 100%. شكرا للكابتن جمال شريف. طبعا يعود الى الذاكره كابتن طارق بن يوسف فيما شاهدنا في الموسم الماضي في 29 من يناير امام بيتيس التي كانت بالطبع هنا غضبت ميسي الذي سدد وفرح وانتقل من نشوة التقدم وتسجيل هدف إلى غضب عارم على المساعد وإلى استياء وإحباط. يا أخي فضيحة، والله فضيحة اليوم صراحة فضيحة. يعني مش معقول الحكام في الدوري الإسباني أسوأ حكام هم في الدوري الإسباني. ربما لو كنا في دوري الأبطال لشاهد الحكم الخامس، يعني هناك حكم رابع وحكم خامس على الخط. سهلة معناتها بالنسبة للمساعد بالنسبة للحكم. سيد المكاوي من مصر شافها. جالس في مصر سيد المكاوي شافها. رحمة الله عليه. كرة أمواتكم بخير. والله يرحمه وينعم. ليه مش معقول هذا؟ والله مش معقول. فضيحة بصراحة فضيحة. فضيحة كبرى بالنسبة للتحكيم الإسباني. حصلت كبسيطة في أول مباراة. أول مباراة خطافي تذكر خالد. في بيلباو. في البيلباو. في سامامس. كرة دخلت. تجاوزت المرمى. وكأن الحكام أصبحوا الآن يقررون أن الكرة يجب أن تلمس الشباك حتى لا بعد. أخي أعمل فيديو، أعمل فيديو. الفيديو سيكون في الموسم القادم ولكن على الأقل حكم خامس. لا حكم خامس. خالد ممكن تكون كاميرا استقرت. شوفوا سهلة. عين استقرت. شوفوا المساعد كان سهلة. لو يعطينا المساعد وين موجود؟ لو يعطينا المساعد. 11 متر، 11 متر بعيد عن خط المرمى. المفروض لا هنا يظهر. هو الآن يظهر. شوف. يحاول أن يجري. المساعد متأخر. شوف الكرة مش صعبة بصراحة. شوف تذكرنا بهدف برشلونة في بيتيس. بيتيس هاي. لما البرسا قدم مردود طيب. أول قدم مردود طيب بصراحة. البرسا سيطر على وسط الميدان، ما ينقص البرسا إلا الأهداف. سيطرة كلية. شاهدنا فريق فالنسيا ما عندوش إمكانية إخراج الكرة وسط الميدان يقوم بدور دفاعي مميز، ما عطاش فرصة لفريق فالنسيا بشرق المساحات. وأومتيتي بصراحة أومتيتي لاعب هذا شاهدناه اليوم في الدفاع. نعم. شاهدناه في وسط الميدان. نعم. في الهجوم. نعم. قدم مباراة شوط أول. نعم. رائع لاعب أومتيتي. طبعا سنتحدث عن هذا الشوط الأول أيضا.